سعداء جدا بوجود بحثنا كما اعلنا عليها المجي رحوي عضو مجلس النواب الشعب عن حزب الوطد. صباح النور، اهلا وسهلا بك مجي، وشكرا على قبول الدعوه. العفو، شكرا لك على الاستضافه، وتحيه ليك وتحيه لكل مستمعي ديوان فهم. طبعا فما برشا مواضيع ستطرح معك في حوارنا تتعلق اساسا زاد باللي ما يحدث داخل مجلس نواب الشعب. باش نرجع زاد على اللقاء اذا امكن رئيس الجمهوريه البارح بالسيد نزار عيش وزير الماليه السابق، والحوار على منصات التواصل الاجتماعي في مع الشباب. نرجع المحكمه الدستوريه ولا نبداو بها؟ هي يظهر لي البارح كانت فما جلسه عامه للتصويت على تنقيح مشروع قانون الاساسي لتنقيح احكام القانون الاساسي للمتعلق بالمحكمه الدستوريه. الساعه اعطيني انت شكون صوتت؟ صوتت مع صوتك؟ ما صوتش. ما صوتش. علاش هذا ما صوتش؟ علاش ما صوتش؟ خاطر كنت معناها نعمل في اني نواب ما صوتوش ضد القانون هذايا، وعلنت رفضي معناها. وكان في اخر الجلسه برشا معناها هكا يعني امبيغويتي، دونك ما صوتش، لكن انا معناها رفض القانون هذايا، رفض التصويت عليه. ورفض التخفيض في علاش تبريرك اللي رفض هذا التخفيض في رفض عدد الاصوات؟ التخفيض في عدد الاصوات لانه اليوم بالنسبه لي نعتبر أن الاغلبيه الموجوده اغلبيه ماهيش قادره وما عنديش فيها الثقه انها باش تنتخب اعضاء محكمه دستوريه فيهم النزاهه والكفاءه وفيهم الحياديه اللي تخليهم في اعلى مؤسسه من مؤسسات الدوله اللي هي المحكمه الدستوريه. هذا علاوة على أنه بالنسبة للمحكمة الدستورية عنا شكون منتخب؟ تو عنا واحدة منتخب اللي هي 145 صوت. معناها كيفاش أنت تو تنتخب واحدة 145 صوت، معناها الأقل عدد معناها لازم لانتخابها 145 صوت، ومن بعد تجي تخفض للثلاثة الأخرين وتقول راهو باش نولي ننتخبهم 130 صوت. علما وانه بالنسبه لي انا اليوم نعتبر وانه ائتلاف البرلماني النهضه الكرامه قلب تونس مخطر على تونس، مخطر برشا على تونس. واختياراتهم للمحكمه الدستوريه ورينا نحن. رينا وانه المرشح بتاع النهضه عضو في اتحاد علماء المسلمين الاخواني. عضو. بمعنى وانه طبيعه يعني الاعضاء اللي باش يجيبوهم لنا ما عندهمش علاقه بمفهوم علويه القانون ومعناها الاقتناع بمساله القانون الوضعي، وانه مرجعيتنا القانونيه تقوم على مبدا وانه نحن ننجو القانون ونغير القانون وقت اللي نحتاج الى تغييره، ما فماش مرجعيات اخرى غير هذا. طيب نور الدين، في قال اللي انت كنت من الداعمين والموافقين على القائمه هذه وقت اللي كنت في الجبهه، شيك بدلت رايك؟ لا ما كناش داعمين للقائمه هذه، يكذب، انتم تعرفوا كذاب. نور الدين البحيري معناها نحن وقت اللي قدمنا مرشحين، ما قدمناش القائمه هذه، قدمنا مرشحين اخرين غير اللي يحكي عليهم نور الدين البحيري. ما كنتوش موافقين عليهم هذوما؟ ما كناش موافقين عليهم. كان وافقنا عليهم رانا صوتنا عليهم. هو حقيقة في الفترة اللي تفرجت البارح كيف سمعت توا سيمونجي يقول ما صوتش، نقول صحيح ما صوتش، أما صوت بالسين معناها بضرب الصوت. معناها البارح معناها كرافاج هبطت بها ما شاء الله، عندنا مدة ما سمعناكش، شاد جماعة تدخل فيها على بعضها، فهمتي؟ نهارينا مع اللقب الأساسية طلعنا جولة. أيوة. وحتى شو اسمه؟ لا مش مع اللقب الأساسية. لا لا ريتك مع عضو رئيس النقابة، كيفاش معناها منعوا من الدخول وبديت تصيح عليه وقلت له وجودك هنا ممنوع وعركه هي بينها. اي فعلا يعني اللي شفناه معناها حتى نور الدين بحيري مسيلمه الكذاب قالوا هكا بصريح العباره. وكانت مناوشات الحقيقه شخصيا انا ما كنتش نتمنى تصير هذاك، لان نعتبره اللي صار البارح مهما كانت الامور معناها يا اخي على الاقل لقينا مخرج. ماناش قاعدين توا نستناو في المحكمة الدستورية توا سبع سنوات ومازلنا نحبوا نقعدوا سبع سنوات أخرى نستناو فيها حتى يتبدل المشهد.
سيمونجي اللي يقولوه برشا ملاحظين هو انك انت توا وليت رجعت المبدا كخالف تعرف، ربما عملت عليك عبير برشا ظل خلاتك معناها تعاود تخرج بالشكل هذايا اللي فهمتي تظهر فيه معارض كل شيء واتهامات وسبان وعرك. وقت اللي منجي الرحوي عنا مدة شفناها بالحق رزن ولا صوت العقل وصوت الحكمة ويقول في برشا كلام معقول وبه. ما زلت كذلك أما بدلت صوت, صوت الحكمة وصوت العقل، وإن شاء الله ربي يثبتنا على الحق يثبتنا باش نكون معناها عنا حكمة وعنا كذا، مش سهل. هي ما تحكي على واحد داعشي مترشح ما مش المسألة ولا تختيرها برشا. شوف شوف أنا ايش قلت، طب شو اللي عندنا واحد داعشي في المحكمة الدستورية معنا؟ شوف شو قلت أنا. أنا قلت فما واحد تقدم واضح اللي هو عضو في جمعية علماء المسلمين الإخواني تاع جماعة القرضاوي اللي هو سميهون بالله، والله نسيت اسمه، تعرفه ما تنسى اسمه. معناها عندك يثبت، عندك إثباتات، أي عضو اي هي عندك ما عندك ما يثبت طبعا عندك وثيقه في يدك موجود طبعا طبعا موجود الاثبات اللي هو عضو في جمعيه علماء المسلمين. نجم تعطينا الوثيقه هذه؟ هي نجم بسور ما نستناو تبع ثاني. الثاني ايش قلت عليه؟ قلت كان ثبتوا فيه على السياق هذا وعلى يعني الريتم هذا كان ثبتوا فيه ترى يطلع داعش يطلع داعش تكوردو ولا واضح. بالنسبة لمسألة خلف تعرف معناها توا أنا باش نتعرف من جديد؟ لا لا ظل عبير ظل عبير ها مش خلينا 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 نبداو بالوحدة بالوحدة خلينا نبداو بالوحدة لاكورد ولا ظل عبير عبير عندها ظلها لا هي عملت عليه ظل هي عملت عليه وظلها وراها لا 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 من اكثر من ظل الظل نتاعها وراها انا والله طقت بالضاد اكثر من ظل وراها ظلها وراها معناها المجموعه اللي وراها الكل هذيك كلها ظل. باهي في الجانب الاخر انها غطات كل واحد عنده مجال عمل نتاعه. علاش مشيت معايا هي لولاد جبله؟ مشيت معايا لبكالتا؟ مشيت معايا لنبزه؟ مشيت معايا لقفصه؟ مشيت معايا الجندوبة؟ مشيت معايا الكيف؟ كل واحد عنده مجال العمل نتاعه، كل واحد يختار طريقته في العمل. وانت جبت 5000 و10000 كما جابت هي؟ مانيش مطالب، ما حشتيش باش تجيب 5000 و10000 وتعطيني فهمتي لاشترى فلوسها. تعطيني اشترى فلوسها؟ تجيب تو نجيب ال 5000 تحكي عليها، اشترى فلوسها، تو نجيب ال 5000 هذيك. شوفوا كلكم حاجة، كلكم حاجة. لسوء معناها يعني الوضع في تونس هو انه الاعتبارات اللي تتقدم توا ماهيش اعتبارات موضوعيه، ماهيش اعتبارات سليمه، ماهيش اعتبارات تقوم على نضج في تحليل الوضع. انا جبت 5000 هاكا النهضه زاد جبت 5000 باش وهي كيف كيف نفس الطريقه ونفس الاسلوب. علاش بالكش الناس توعيا معناها قاعدين تزفر لهم يجيو فما خدمة كاملة فما أعداد، الأعداد يقوم أساسا والنقطة الارتكاز الأساسية هي المال السياسي. معناها أنت اللي جبتهم أنت في شارع بورقيبة المدة اللي فاتت في مناسبة بلاش بلاش حد شيء هم برشا هم برشا أي بلاش حد شيء بالدعوة بتاع ناس مؤمنة بطالب. وشكون قال لك هما مش بالدعوة؟ نعم لا 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 وقت اللي تجي لبوس معناها نفسهم ونفس انت شوف الجماعات تلقى فهمتي لا مجموعة هي نفسها قاعدة تعاود. نعتبروا انه اللي قاعد يقع معناها توا فيه تشويه ياسر للوضع وللمشهد على اساس يعني لا كونسوليداسيون وتثبيت وضع متاع استقطاب ثنائي اللي يقوم على الغش، اللي يقوم على الغش وغش التوانسة. غش التوانسة فاش في انه هذا يمثل حل وهذا يمثل حل في حين وانهم حتى واحد منهم يمثل حل تونس وله قادر بطبيعته انه يعطي حل تونس.
لا للديمقراطية ولا للقضايا الاجتماعية ولا للسيادة الوطنية ولا للبرامج بتاع البلاد هذه اللي تحتاجها باش بالفعل تغيرها وتردها بلاد قائمة على الشفافية والنزاهة وقائمة بالفعل على معناها القواعد السليمة بتاع الحوكمة بتاع بلاد صافية ومتاع بلاد في امتلا فيها مؤسسات ديمقراطية نحتكمولها ودولة المؤسسات وعلية القانون. هذوما كل واحد يعمل على انه يتمكن من السلطة من بعد الاجندة يعملوا في الشعب كل شيء، يذلوه بكل الطرق، يجوعوه بكل الطرق، يستبدوه بكل الطرق، يلتفوا على الحريات بكل الطرق، يتعاملوا مع الخارج بكل الطرق، يبيعوا تونس بكل الطرق. وهذوما فهمتي معناها اثبتوه هذا او ذاك. طيب فاصل وراجعين مواصلين حوارنا مع مجي راح يعضو مسنو بشعب عن الوطن. اخذوا معنا ببليسيتي وراجعين. L'invité du jour. رجعنا لكم في حوارنا مع السيد موجي راح يعضو مجلس النواب الشعب عن الوطن. اهلا وسهلا بك موجي، صباح النور مره اخرى. باللي فما نقطه مهمه جدا على ما يحدث داخل مجلس نواب الشعب، اللي هي هل فوضى هذه اللي راو فيها اتواريا ترافير ديما ولا تعارك اكثر منه عمل برلماني باتم معنى الكلمه. اليوم مسألة سحب الثقة من راشد الغنوشي لتبريرات أو لسبب من الأسباب اللي هو سوء تسييره أو عدم قدرته على تسيير الجلسات، هل فعلا سحب الثقة باش تحل المشكل وفجأة باش نلقاو البرلمان يخدم لاباس أموره منظمة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت نفسك سي المنجي يعتبروك الحقيقة من بين عناصر الفوضى، من بين الناس اللي تعمل في الشو داخل البرلمان. قلت كات عام عاقل، كلمت نهارين وليت نعمل في الشو واسرع فوضى. ما يسالش اخويا فلي يكون كذلك، فهمت ولا لا؟ مادام نعملوا في فوضى اللي في الشو اكثر منه فوضى، شو اللي تعري الوجه الحقيقي لاعداء الشعب ما نعتبرهاش فوضى، واللي تشهر بهم واللي تكشف معناها حقيقه هؤلاء في انهم متنكرين المصالح الشعب هذايا، ما عنديش المشكلة باش يعتبروه شغب وفوضى وكل شيء. ونحن نعرفوا هما حتى على التحركات حكيوا عليها اللي هي فوضى وشغب، دونك نجموا يحكيوا عليها في المجلس ولا تنجم تحكي عليها حتى انت اللي هي شغب وفوضى. بالنسبة لسحب الثقة تقول انت كيف يتنحى الغنوشي تحل المشكل مثل فيك؟ اي كي يتنحى الغنوشي فما جزء من المشكل يتنحى، جزء يتعلق بالتسيير، يتعلق معناها بتوظيف المجلس لمصالح حزبية بأجندة داخلية وأجندة خارجية، لأجندة داخلية ولأجندة خارجية تعبر على عمالة وخيانة لتونس مع الأتراك ومع قطر، وتحل جزئية المشكلة في صورة المجلس، لأن المجلس هذايا أصبح بالتسيير متاعه وبقراراته وبسياساته مسرح للعنف. عنده كتلة حطتها للبن، عنده كتلة حطتها للعنف، عنده كتلة حطتها باش يتصدى بها على الكتل الأخرى وهو الذي يتصرف فيها. تحكي على تلف الكرام. أي معنى وأنه فما جزء من المشكل باش يتنحى في ما يتعلق بالمشهد، جزء آخر يتعلق بطبيعة الأحزاب الموجودة في البرلمان. مش نحن، هذه أحزاب
أثبتت وأنها ما هيش في خدمة الشعب وما تنجمش تكون في خدمة الشعب، اللي هم كتلة نهضة، كتلة قلب تونس، وكتلة كرامة. هذوما ما ينجموش بطبيعتهم، هم الطبيعة متاح لناتور متاح، ما تسمح لهمش باش يقدموا برامج وحلول لشعب تونس. واحد منهم جربناه يعني 10 سنين، وعشر سنين شفناه اش عمل في تونس، والحالة نشوفوا فيها نحن الكل ونعيشوا فيها الناس الكل داكورد ولا، والاخرين فهمتي لا، معناها ادوات طيعة عنده عند كتلة حركة النهضة، بمعنى وانه فما جزء باش يتنحى في المشهد تاع اشاعة الفوضى وتنغير الكتل ما بين بعضها وعرك ما بيناتها وكذا، لكن في السير العادي للمجلس يبقى مجلس عاجز على انه يكون حل للبلاد هذيا ويقدم حلول البلاد هذيا ويكون يقدم ما ينتظره هذا الشعب من مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وانسانيه واللي تحب انت. طبيعته اصلا هذه الاحزاب عاجزه بطبيعتها ان تقدم معناها شيء لهذا الشعب. حافظ تفضل. والله مش نسالك سؤال، انا على الاقل معكوس. اشتر الديمقراطيه خير من بلاش ولا لا؟ كيفاش؟ اشتر ديمقراطية خير من ما فماش؟ خير من ما فماش ولا لا؟ أنا ما نعرفش فما اشتر ديمقراطية. احنا فاش عايشين تو؟ نحن ما نعرفش فما اشتر ديمقراطية وفما حاجة أخرى. بالنسبة لي أنا معناها ما توجدش الديمقراطية ونواجه من أجل الديمقراطية، لأنه يلزم سألتك سؤال، احنا تو احنا فاش عايشين؟ في ديمقراطية كاملة ولا في شطر؟ لا ماناش في ديمقراطية. في شطر ديمقراطية؟ ماناش في ديمقراطية بالكل، حتى في شطر لا. حتى في شطر لا؟ لا ماناش في شطر ديمقراطية. ها تو نقول لك علاش، لأنه بالنسبة لي أنا الاستبداد صحيح في جانب منه سياسي، لكن الاستبداد الأصلي والاستبداد السياسي علاش يتعمل له؟ يتعمل من أجل الاستبداد الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشعب. بالشعوب بشكل عام نحن تو نعيش حالة من الاستبداد ومن القهر ومن الظلم ومن الحيف الاقتصادي والاجتماعي. شعب اليوم يتذمر ويتألم واضطهد ويضطهد كل يوم باش بالإجراءات. انت هذا نشوف الشهر هذا، شوف الزيادات اللي قاعدة تقع، شوف الزيادات للمراجع اللي باش تجي في 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 معالم النقل، شوف الزيادات في الكهرباء اللي باش تجي، شوف رمضان كيفاش باش يعيشوه التوانسه، شوف حالة المتقاعدين، شوف حالة الفلاح، شوف حالة الطلبة، شوف حالة التلامذة، شوف حالة الأطباء، شوف حالة الفنانين، شوف حالة نخبتنا. هذايا كله من حالة الفوضى، من حالة الفوضى اللي كنتم انتم جزء فيها. لا 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 على امتداد 10 سنوات. سامحني عاش خويا. ايوه سامحني عاش خويا. حالة الفوضى السياسية هي نتاج طبيعي للحالة الاقتصادية السيئة اللي احنا فيها. سامحني توا القانون اللي عدوه تاع المالية 2017 و2018 و2019 والقانون اللي عداوه المتعلق في امتلاء بال بتحرير الاسعار والقوانين اللي عدوها متعلقه في امتلاء بالبنوك بالبنوك وقانون البنك سنترال اللي معناها الدوله ما تسلفش البنك سنترال ما يسلفش البنوك في الفوضى تما بالراحه الناس قاعده لابس عليها واغلبيه مريح. يعني توا سامحني انت هذا سبب في تفكير الشعب صديق. التونسي هذا هو سبب في تفكير الشعب التونسي. شو مش صحيح؟ مش صحيح، ما عنده حتى دخل. لا لا ما عنده ما عنده حتى دخل. يعجبك ما عنده حتى دخل. معناها وقت اللي زدتوا معاه حافظ عنده تاثير، وقت اللي زدتوا معاه عنده تاثير على سعر الدينار وعلى الانفلاسيون وعلى تتكلم على شويه. انت تحب تتكلم على معرفه ولا تتكلم باش تواجهني؟ لا نتكلم فيك على معرفه حلوه. اما هي المعرفه هذه شنو اللي تحكي عليه انت صحيح؟ تراها تو نقول لك صحيح. الغلاء الاسعار هذه مو في قوانين أيه. رفع الدعم على المحروقات مو في ما في 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 قوانين. رفع الدعم اللي يحبوا يعملوه مو في قوانين. الزياده في المعالم الدوليه ما في معالم زياده على معلوم الاستهلاك. سامحني عاد خلينا نتكلم عاد تعرف تفضل تفضل تفضل. زياده في معلوم الاستهلاك مو في قوانين المتعلقه في امتلاء البنوك اللي اليوم تدخل البنكه انت مازلت دخلت ويقول لك اعطيني كوميسيون ما بالقوانين قانون البنوك. من عم؟ لا لا مش بقانون. كيفاش مش بقانون؟ شو التعريفات تاع البنوك؟ كل بنك تعمل تعريفاتها وحدها ما عندها حتى دخل. ما هو داخله في نسبة الفائدة المشتة اللي هي بقانون. عندك فهمتي البنك سنترال اللي ما يسلفش للدولة التونسية ما هو بقانون. ونسبة الفائدة المشتة مربوطة بالتضخم اللي عايشين بالقانون. بالقانون
معناها اليوم المجلس هذايا سن قوانين منذ 10 سنين باش يجوع الشعب هذايا ويقهر الشعب هذايا. شنو واحد فوضى هي المسؤول عليها على جوع الناس؟ خيارات اقتصادية واجتماعية صديقي، فما خيارات اقتصادية واجتماعية اللي تعملت مدة 10 سنين كانت فيها كتل هي اللي صوتت عليها، وكانت فهمتي لا فما دوائر اللي كانت وراء الخيارات هذية. طيب. سيسو دي شواء ايكونوميك. طيب. سيسو دي شواء سوسيو ايكونوميك. كلامك معقول. مثل عملنا مخاطة التنمية اخوي العزيز. مخاطة التنمية ما فيهوش معناها تنمية المناطق الداخلية لكن. وتطوير السبيطارات وتطوير المرفق العمومي والزراعة السياسية والمواصلات. سامحني يا ولدي، سامحني يا ولدي، في المخطط يحول دون قيام الإصلاحات الجذرية في مجال التنمية وفي الاقتصاد والاقتصادية والاجتماعية والشكل. والانتدابات، سامحني، والانتدابات بالجملة اللي صارت في الوظيفة العمومية. حد الفوضى عندها عام ونص. نسيتوا حكم الباجي وراج غنوشي، أما فوضى تحكيوا عليه. يحكموا لاباس عليهم عندهم 160 مليون. الانتدابات في الوظيفه العموميه واثقال كاهل ميزانيه الدوله باكبر كتله اجور موجوده في العالم، هذا يا شكون؟ اخي توا ما تعمل فيه قانون هذا بتاع الانتدابات الاستثنائيه عملته النهضه. الاستثنائيه قانون هذا عملته النهضه. تخيل الكل وهذا في فتره العشر سنين. توا هذا كله معناها في الفوضى، في الفوضى نتاع الخيارات، اي مش فوضى نتاع حركه. توا ما نردوش ما نسطحوش المساله، تولي خاطر فما فوضى نهارين معناها راهو الوضع الاجتماعي والاقتصادي متردي، خاطر فما خيارات، فما اختيارات اقتصادية واجتماعية معناها متسلطة وتمعن في إذلال الشعب هذايا هي الوصلة لهذا. هذه كلها هوامش. طيب طبيعة صراعات ونوعية صراعات، كيفاش كل صراعات وشكل الصراعات. سامحني، خاطر ثم اصلاحات كانت برجة وما تمتش في وقتها، هذا اش خلانا وصلنا لهذا. ربي اصلاحات تعرفها انت، تعرفها المسؤول، تعرفها المؤسسات العمومية ورفع الدعم، المسؤول تعرفها، مش باش نقعدوا توا نحلوا برامج راهم تاع التقاعد. انتهى التوقيع تاع الغالب حافظ بليل في ثواني. قداش عندكم توا من توقيع في لائحة صاحب الثقة من رجل الغنوش؟ أكثر من 100 أكيد هذا. أيه. وباش تقدموا به مكتب المجلس إن شاء الله وقت نوصل 109 نقدم. واضح. شكرا لك سيد موجي رحمه الله وسلم الشعب على المطد. شكرا لك على الحضور، على كل هذه المعلومات. هكا كل وصلنا لنهايه الميسيون تاعنا اليوم، نتقابل غدا ان شاء الله من 6 إلى 9 كي عاد. ان شاء الله نهاركم زين. إبخان مع شكر الشيخ والشله من 2 للجمعه من 6 للـ9.